هي حكاية اثنين لحمات مبروكة والكنة مجدولين ورشودة ذايع بيناتهم مش عارف يمشي يسار وألا يمين إيش قلت؟ أنا وحماتي عمل فيك صعب عليك وطلع لك عينيك بالاخر طيحته أي. اما خايف ليطيح لك هالشابيتر حتى كي البروف عامل لك فيها اربيتر فازي خرج الفوسكوبي مع الفوسكا الامور كلها مروشكا وفيت شي الببليسيتي كراي متكسر تحب تشيخ بدليل في رمضان تنسى المرج وتعدي نهارك مطمئن ملا قول لمرتك يا قديش نقص في الميزانة ما تنسيش هالمقولة حتى كان طلعت فوق بسكولة والله نسيت فاش كنا قاعدين نتفرجوا رشود مجدولي اوه يا اخي شبيكم ساكتي زيدوا شوية واخلط علي البتنم اي به اوه عم قاموا الاثنين زعما وين ماشيين لحظة يوم مبروكة هنا جايين عزيزتي هاني جيتك قولي إيشا تو يعجبك هكا في داري وما نجمش نحكي معاك على راحتي راستي نحكي معاك بالمسنجر تي عادي إيش هالرمضان ويتعدى وسع بالك تي وسع بالك معها تي مرة كبيرة تحكي هكا على خاطر خامك انتي هما كان جال عكس أمينا اللي بحثينا يا من وراني كيفاش تعمل لا بالعكس تيش بيه كان جات أمك بحثينا نسيبتي العزيزة هذيك محسوب أنا ماما فينو ما تتحسش كل نسمة تقول التسونامي زلزال إعصار هذيك نسمة رجل رشودة مسجولين ويكم شبيكم خليتوني وحدي مكدة يا وجهك منور وزاهية إن شاء الله خير ما هي النسمة جيت نسيب الغالي أيجا عطيني بايسي هي تشخر وتتبخ أهلا بنسيبتي العزيزة أهلا بسامية مرحبا بيك في دار ولدي دار بنتي لا عاد هذه ما عادتش دار هذه ولا ترينج بتاع بوكس الروندا لولا سمعت بيك هون يا مبروكة قلت نجي نحرم عليك نسلم عليك شنو رايك السربريز حلوة شنو حلوة فكرتني في دوية متاع السكر مكداش قولك في تكتيك ميمتك أتم قولك فيها اتهلا يا رشودة وليدي الدار هذي ما يحكم فيها كان أنا كان ميمتك الروندا الثانية في بالكم الحكاية متاع نهار ولا اثنين دي مازال الطرح مكمل باش تعرف مليح معاناتي وحكاياتي أنا وحماتي لا أنا وحماتي أنا وحماتي